أهلاً ومرحباً بكم في نشرة أخبار كاشي، نجاحات وإبداعات وكورة وهاربين من العدالة، لكن ما تخافوا قبضناهم. هنقول لكم أبرز الأحداث اللي حصلت في شهر أكتوبر على منصات كاشي في السوشيال ميديا وفي جميع أنحاء السودان. نبدأ بالأخبار الرسمية. شهر أكتوبر كان مليان إنجازات من تجار كاشي، الأبهرونا في أدائهم في تحدي سبتمبر ودوري أبطال سوداني اللي كان بجائزة 1,000,000 جنيه سوداني موزعة على 4 أبطال. ألف ألف مبروك لهم. كمان تم افتتاح مكتب وكيل شمال كردفان في مدينة الأبيض، وست سعادة وفعالية حلوة شديد هناك. تطبيق آمن بلس التابع للبنك الإسلامي السوداني بقى فيه كاشي، وبقينا ممكن نغذي حسابات كاشي وماي كاشي من آمن بلس. المسؤولية الاجتماعية لكاشي، لأن أهل السودان استحقوا الدعم. كاشي كان لازم تقدم لهم مبادرات وفعاليات لتخفيف أعباء الحياة. من المنطلق ده دعمت طلاب جامعة الخرطوم المتعسرين في دفع الرسوم ب1,000,000 جنيه سوداني في حسابات ماي كاشي الخاصة بهم. وكان في جمعتين كاشي، واحدة مع عرض القضارف بهدية بقيمة 500,000 جنيه سوداني، وكان في واحدة هنا بمناسبة فوز منتخبنا القومي على غانا والفرحة دخلوها فينا، وهدايا بقيمة 500,000 جنيه برضو. ما تنسوا تشجع السودانيين في كل مكان، خاصة صغور الجديان. قايلين كده الأخبار انتهت؟ لسه الأخبار الترفيهية لمجتمع كاشي اللطيف. كان في 2 فارين من العدالة لكن قبضناهم، سنفورة وسليم، بتهمة التفاعل الكثير مع صفحة كاشي على الفيسبوك. وسليم قال أنا الأسبوع ده حكون سنفوركم، فحكمنا عليهم بهدية مبلغ 25,000 جنيه سوداني في حسابات ماي كاشي الخاصة بهم، مع تحيات كل تيم كاشي. مسابقة تيك توك كانت بمبلغ 300,000 جنيه رحلت إنستغرام، وفازوا فيها 20 زول، وآخر انبساطة. غنيت راجعين تاني بكتنا وفرحتنا، وأكيد راجعين تاني. بس غنية ماي كاشي كان فيها جفجفة شديدة، وانبسطنا مع كل الانفلونسرز اللي شاركوا فيها وكل الناس اللي شالوا الصوت ورقصوا عليه، ولسه الجفجفة مستمرة. يلا امشوا حصلوهم. رغم كل الأحزان في السودان لكن قادرين نصنع الضحكة، وفي ناس شغالة لربعة البلد دي، شغالين عشان ينفعوا نفسهم وينفعوا مجتمعهم عبر نغات كاشي وكاشي لايت. في قروش كثيرة بتتحول للأهل وتبرعات عبر إرسال المال من ماي كاشي لماي كاشي بدون عمولة. مصير تروق وتعمر بالعمل والمثابرة، ومصيرنا نحن نستمر في نشر الفرح البنفسجي.